السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا المقطع إخواني غادي نخليكم تسمعوا تصريحات ديال رئيس الفريق مولودية وجدة السيد محمد أوار الذي تحدث عن صفقة البحيري وقرب انتقاله إلى فريق الوداد، الوداد الذي عرض 600 مليون من أجل الظفر بخدمات هذا اللاعب الذي تنافست عليه عدة أندية من بينها الرجاء، الوداد، ونهضة بركان وعدة فرق خليجية. إذا عرض الوداد يفوق عرض الرجاء، الرجاء عرضت 400 مليون، الوداد 600 مليون، يعني الوداد أقرب من أجل الظفر بخدمات نجم مولودية وجدة. خليكم تسمعوا الأبرز ما جاء في تصريح رئيس الفريق مولودية وجدة محمد هوار. حقيقة صليت أني باش نعطي واحد التصريح رغم أنني كنشارك في واحد لقاء حزبي اللي ما كنبغيش، أنا شخصيا كنخلط بين السياسة والرياضة، لكن الإصرار ديالكم أني باش نجاوب على وباش ما تقولش أن رئيس المولودية وجدة كيتهرب على التصريحات ولا أنه يدير يقلع شبهات على كثر على انتقال اللاعب ياسين بحيري من فريق المولودية وجدة إلى وجهة أخرى. أنا بغيت نوجه للجماهير والمنابر الوطنية والوطنية على أن ياسين بحيري باقي أنه كتربط واحد العقد ديال 3 سنوات مع النادي المولودية وجدة، لكن أبدت بعض فروق الاهتمام بها باش انه ينتقل في هذا الميركاتو الصيفي لوجهات اخرى، وحنا كنرحبوا كنادي مولودية وجدة بهذا العروض ديالهم. واحد الان تلقينا ثلاثة العروض، الاول كان من نادي الوداد البيضاوي، والثاني هذه ماشي بزاف، هذه واحد 5 ايام ولا 4 ايام تلقينا عاوتاني عرض من الرجاء الرياضي البيضاوي، دونك الاقطاب ديال الدار البيضاء، ولا يخفى انه تلقينا كذلك عرض رسمي من الخارج هذه واحد اليومين. والبارح كنت انا اعطيت انه كانوا هما كعطانا شحال العقد اللي في الخارج طلبوا منا شحال انكم باش يكون انتقال اللاعب المبلغ السومه ديالو، وعطيناهم حتى حنا الشروط ديالنا وعطينا السومه ديالنا اللي حنا كنشوفوها مناسبه للاعب البحيري، وحنا كنتسناو الانتظار الجواب ديالهم. وحنا كنقول لهم ان اللي يعطي العرض اكبر هو الذي يكون ياسين بحيري عنده في النادي، وحنا ما كنشوف المصلحه ديال النادي، كنشوفوا ايضا المصلحه ديال اللاعب، كنشوفوا حتى ان اللاعب فين انه يتوجه ويكون فيه يكون عنده هو عروض ديالو، حيت حنا بغينا نمشيو رابح، وهذا الشيء اللي كاين والاجراءات حنا ديما غادي نوجهكم بالمستجدات ديال البحيري، وهذا الشيء اللي كاين.